السلام عليكم بارك الله فيك يا ياسين. الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نحبك في الله يا شيخ مصطفى والله. نحبك الله الذي أحببتنا فيه. ادعي لنا يا شيخ بالله عليك. الله يثبتنا وإياك. اللهم آمين يا رب. وارينا يا شيخ من فضلك. تفضل. حكم الإنفاق من أموال الزكاة على محافظي القرآن الكريم. لا يجوز. نعم. لا يجوز إعطاؤهم الرواتب من الزكوات. إنما من الصدقات. من الصدقات. أيوه شكرا.